السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية. دفعة 20، معكم إبراهيم أبو راشد من دفعة مجد. إن شاء الله اليوم راح نكمل بالمحاضرة السابعة على مادة الإنترو من على تلخيص لجنة الطب البشري اللي هي إنترو شورت كات. تمام، البيبر ذات ريبورت دايجنوستيك أو سكرينينج تيست. بدنا نعرف أول شيء شو يعني دايجنوستيك، شو يعني سكرينينج تيست، وبعدين ناخذ شوية أرقام عليهم. لا تخاف، المحاضرة إن شاء الله جدا بسيطة، يمكن تلتخموا شوي أولها، بس مع التكرار وانه تركزوا وتحلوا امثله حتشوفوا انه الامور جدا 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 بسيطه وما فيها اي شيء معقد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا معلم ادم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمه وفصل الخطاب اتنا الحكمه وفصل الخطاب. طيب دايجنوستيك تيست ايش يعني؟ دايجنوستيك معروف تشخيصي، شيء تشخيصي، فحص تشخيصي. تيست از دايجنوستيك ايدز اند سكرينينج تولز كي اليمنت اوف كلينيكال ميديسن اند بابليك هيلث. طبعا بحكيك انت بالطب وبالصحه العامه بشكل عام ما بتقدر انه تستغني عن هاي الشغلات اللي هي الفحوصات التشخيصيه او سكرينينج تولز. اللي هسه بدنا نعرف شو بالضبط شو يعني سكرينينج تول وشو الفرق بينها وبين الدايجنوستيك. دايجنوستيك يعني انه الشيء الفحص، تمام، بيعطيك شيء نهائي، شيء ثابت، اذا انه انا فحصت بهذا الشيء بهاي الطريقه معناه عندي هذا المرض 100%. سكرينينج تولز هو لا، شيء مختلف تمام شوي، ممكن نسميه تحري، نسميه غربله، نسميه اي شيء ثاني، اللي هو بيكون انك انت بتعمل فحص تمام، بس ما بيكون قطعي. ممكن مثلا انه اذا عملت الفحص وطلع ايجابي يكون 70% مثلا انه معك المرض. ليش نستخدم هاي الشغلات؟ لانه بتكون اسرع، بتكون اقل وقت، مثلا احنا بدنا نعمل لناس كثير مره واحده، فعشان هيك بنستخدم هاي الشغلات. وبعدين بناء عليه الناس اللي طلع انه عندهم احتماليه انه يكون عندهم المرض ايش، بنروح لهم بنوديهم على الدايجنوستيك تيست. بحكي لك شو في امثله على الدايجنوستيك تيست، مثلا الكتروكارديوغرام الاي سي جي اخذتوها بالفيسيو اكيد، او الكاردينج انزيمز نستعملهم عشان نعرف شو المايوكارديال انفاركشن اللي هي الجلطه القلبيه، ميرفي ساين اللي هي رايت ابر ابدومينال تندرنس اون انسبيريشن. البني ادمين اللي بيكون عندهم التهاب بالمراره، تمام، كيف بنشخص هذا الشيء؟ بنحكي للمريض خذ نفس تمام واكتمه، بعدين بنحط ايدنا بمكان معين يعني فوق على اليمين من بطنه، واذا انه لما حطيتنا ايدنا المريض حس انه في وجع بيكون في ايش، بتكون انت خبطت المراره وهي ملتهبه، فلانك خبطها صار يتوجع، فهذا بسموه دايجنوستيك تيست للايش، اكيوت كوليسيستايتس، كوليسيستايتس اللي هي التهاب المراره. فاب سمير اللي هي مسحه عنق الرحم، فور ديكشن اوف سيرفايكال كانسر اللي هو عشان نكتشف سرطان عنق الرحم. طيب بحكي لك also essentially many epidemiologic studies where diagnostic criteria and or tests are used to establish exposure outcome status. حكينا مش بالضرورة انه انت بتستخدمها جوا المستشفى هاي الشغلات، لا، ممكن انت بدك تعمل دراسات عامة برا المستشفى، فهي بتكون مفيدة لك. ليش؟ لانها بتعطيك حكينا نسبة معقولة بوقت سريع وبتكلفة قليلة. ايش الهدف تاعنا؟ دائما الهدف انه is to minimize misclassification، انت دائما تحاول تقلل الغلط بالتصنيف تاع هاي تاع الفحص تاعك على اساس انك توصل لدرجه دقه اكبر. Yet some misclassification may be unavoidable for logistical reasons. بحكوا لك مش دائما تزبط معك انه تلغي هاي الشغلات او انك ترفع النسبه، لانه ممكن تكون unavoidable، انت ما بتقدر تتخطاها. Definitive diagnosis ايش يعني؟ definitive يعني حاسم، يعني شيء قطعي، يعني طالما انت عندك هذا الشيء الفحص اعطاك positive انت اكيد معك المرض هذا. Definitive diagnosis classification may be difficult or impossible to obtain. طبعا 100% صعب جدا مرات، ومرات بيكون مستحيل، لكن احنا نعتبر انه نسبة عالية جدا نقدر نعتبرها انه 100%. Gold standard برضو نسميها gold standard، ليش ما بنستخدمها؟ حكينا قبل شوي may be expensive، غالية، inappropriate، انه مثلا بتغلب زي مثلا الخزعة، الخزعة اشي نهائي للسرطان، بس انه اي حدا شاكك عنده سرطان مباشرة تاخذ منه خزعة لا، يعني اشي موضوع مؤلم وممكن يأذي الجسم وهيك، فمش دائما بنبلش فيها مباشره. انسوتابل مثلا كلينيكال فولو اب وين ايميديت ديسيجن ريكوايرد. مثلا افرض انا عندي التهاب بكتيري حاد بجسمي تمام، ودي اعطيه انا مضاد حيوي. هسه المعروف المضادات الحيويه احنا بعاده بنختار شيء ايش، شيء سبيسيفيك محدد للبكتيريا اللي عندي، لا اساس ما اضر البكتيريا الثانيه الموجوده بالجسم، لانه في عندي نورمال فلورا بالجسم، هاي مش لازم اموتها تمام. هذا الوضع، هذا الشيء المثالي، بس هل دائما بزبط معي هيك؟ لا، يعني لو بدي اعرف شو نوع البكتيريا مثلا الموجوده بالالتهاب هذا، بدي اخذ منها عينه اوديها على المختبر والمختبر يعملها زراعه وهيك، فحتطول تمام. ممكن المريض يكون حالته حرجه وما اقدر اني ايش استنى عبين ما يوصلني رد المختبر، فايش، فهلا بعطيه انه هاي اللي هو اللي بسموه برود سبيكترم، يعني مضاد حيوي بينفع لكل شيء، فعشان هيك مش دائما بزبط.
test may serve a surrogate بدائل يعني, but this requires that they be appropriately validated against a suitable gold standard and that their properties can be documented. يعني هاي الشغلات اللي حكينا عنها, screening test ممكن تكون بدائل عن الفحص الطبيعي ممكن بس بحكي لك انك تكون قريبة من الجولد ستاندرد وانه تكون سهل توثيق الشغلات اللي انت المعلومات اللي انت بتطلع فيها. دايكوتوماس يعني ايش؟ دايكوتوماس داي يعني ثنائي, كوتوماس يعني انه تفرق, يعني الإشي يعني بيعطيك فيه له خيارين مثلا, يا اما مصاب يا اما مش مصاب, يا اما الفحص ايجابي يا اما الفحص سلبي. ما بدنا ناخذ شغلات فيها انه ثلاث خيارات اربع خيارات, لا بدي اخذ انه خيارين لانه اسهل للحسابات, الشغلات الثانيه مش مطلوبه منكم. We will focus largely on the situation where the diagnosis outcome and the test result are both dichotomous. حكينا انه التشخيص انه يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف, والمرض يا اما انه هو مريض او سليم. Present, absent, test positive or negative. We need to know how well the test separates those who have the disease of interest for those who do not. حكينا بهمنا أن نعرف مين الـ screening tool تاعي, الفحص اللي بدي أعمله قديش نسبة الناس اللي عن جد مثلا بحكي عنهم أنهم معهم مرض, بيكون معهم مرض, وقديش نسبة الناس اللي معهم مش مرض بحكي أنه ما معهم مرض. رح نأخذ كل هذه التفاصيل بالأرقام إن شاء الله. بدنا ناخذ بس قبل ما نبلش فيه لفه شغله سريعه اللي هي انه نكون فاهمين الجدول هذا الاساس راح نتعامل معه كثير. هون بحكي لك ريزلت اوف جولد ستاندرد. ايش جولد ستاندرد؟ يعني اللي هو 100%, يعني بين ادم عن جد مصاب ولا مش مصاب, ديزيز بوزيتيف او ديزيز نيجاتيف. اما السكرينينج تيست اللي حكينا عنه, الفحص اللي هو التحري او الغربله, شو بنسميه, تيست بوزيتيف او تيست نيجاتيف. فلما يكون في عندي خيارين او خيارين هون راح يطلع عندي اربع خيارات للنتيجه. اول شيء ترو بوزيتيف, يعني الفحص تاعي حكى عنه انه مريض وهو عن جد مريض. ثاني شيء فولز بوزيتيف, الفحص تاعي حكى عنه مريض لكنه مش مريض. الثالث اللي هي فولز نيجاتيف, يعني الفحص تاعي حكى عنه مش مريض لكنه فعلا مريض. ترو نيجاتيف اللي هي الفحص تاعي حكى انه مش مريض وهو فعليا مش مريض. احفظوا هاي الشغلات لانه راح نتعامل معها كثير. طبعا دكتور صراحه السلايدات مش كثير مرتبات, فرجعت للسلايدات اللي احنا اخذناها قبل سنتين لحتى اشرح لكم عليها تتوضح الامثله, بعدين بنرجع بنمر هنا. السلايدات هذول ان شاء الله بترككم بالديسكريبشن تاع الفيديو. فاول شغله بدنا, اول مصطلح بدنا نتعرف عليه اللي هو sensitivity. ايش يعني sensitivity؟ اللي هي انه probability of correct classification of cases, يعني الناس اللي حكيت عنهم كيسز, انه حكيت عنهم مريضين تمام, كم نسبتهم من كل المرضى اللي عن جديين. يعني افرض مثلا انا شوف فحصت 100 بني ادم, حكيت عن 20 منهم انه معهم مرض, ف لكن فعليا هو في 30 واحد منهم معهم مرض. فايش بقسم 20 على 30 تعطيني نسبه اللي هي بنسميها sensitivity تمام. specificity اللي هي عكسها تماما, انه ايش قديش الناس اللي مش مريضين حكيت عنهم مش مريضين على كل الناس اللي فعليا مش مريضين. يعني انا عندي حكيت عن 60 واحد مش مريض لكن انا فعليا عندي 70 واحد مش مريض, فبتكون النسبه 6 على 7 وبنحولها ل 100%. predictive values بيشبهوا السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بس بيختلفوا بايش. البوزيتيف بريدكتيف فاليو البسط نفس الشيء, all cases identified, يعني كل الناس اللي هم مريضين حكيت عنهم مريضين وهم فعليا مريضين, لكن المقام بيختلف. ايش المقام؟ نمبر تيستد بوزيتيف, يعني قديش الناس اللي انا اصلا حكيت عنهم ايجابيين. فوق بالسنسيتيفيتي حكينا على قديش الناس اللي هم فعليا مريضين, لكن هون بالبريدكتيف قديش الناس اللي انا حكيت عنهم انهم مريضين. فهاي الفرق بين البوزيتيف والسنسيتيفيتي. النيجاتيف اللي هي برضو عكس السبيسيفيسيتي, انه مش عكس عفوا, انه البسط نفس الاشي, all non cases الناس اللي مش مريضين انا حكيت عنهم مش مريضين, لكن على كل الناس اللي انا حكيت عنهم مش مريضين. طيب انا عارف موضوع شوي بيعجق, هسه مع الارقام رح تشوفوا انها شوي انها بالمرة ما فيها اي صعوبة. هنا بالأساس بس نفهم المثال, الناس المريضين بيكونوا بالأحمر, الناس السود بيكونوا بيكونوا طيبين يعني مش مريضين, اللي عليه إيجابي يعني الفحص تاعي حكى عنه إنه مصاب, اللي عليه سلبي الفحص تاعي حكى عنه إنه مش مصاب. فلو بدنا ناخذ اول شيء السنسيتيفيتي, حكينا بنروح على the ability of the test to identify those who have the disease, يعني من كل المرضى كم واحد انا لقطت, فكم واحد هنا مريض فعليا إنه عن جد, كم واحد حكيت عنه مريض فعليا كان مريض, اللي هم 1 2 3
على المقام شو بده يكون؟ حكينا على كل فعليا مريضين، كم كل فعليا مريضين اللي هم الأربعة هذول، فالنسبة بدها تكون عندي 3 على 4 اللي هي 75%، اللي هي هاي إيش؟ sensitivity. السبيسيفيسيتي حكينا العكس تماما، قديش ناس مش مريضين، انا قديش نسبة الناس مش مريضين على كل الناس اللي هم مش مريضين. يعني انا هون كم واحد مش مريض حكيت عنه انه مش مريض؟ 1 2 3 4. كم واحد مش مريض اصلا؟ 1 2 3 4 5 6. فنسبتي بتكون 4 على 6 اللي هم السبيسيفيسيتي، حكيت 4 على 6 اللي هي 67%، نفس الشيء. بوزيتيف بريدكتيف فاليو، حكينا البسط هو شو البسط دائما اللي هم الناس اللي عن جد مريضين، وانا حكيت عنهم انهم مريضين تمام، اللي هم 1 2 3. لكن المقام بالبوزيتيف بريدكتيف فاليو بيختلف. ايش المقام عندي؟ ما بدي عن كل الناس اللي هم فعليا مريضين، لا بدي على كل الناس اللي انا حكيت عنهم انهم مريضين. يعني كم واحد حكيت عنه انه مريض؟ انا حكيت عن 5. كم بني ادم اللي فعليا مريض؟ 3. فقديش النسبة تكون 3 على 5 اللي هي نفسها 60%. آخر إشي negative predictive value اللي هي عكس البوزيتيف، إنه قديش بني آدمين هم مش مريضين تمام، قديش كم بني آدم حكيت عنه مش مريض هو فعلي من كل الناس اللي أنا حكيت عنهم مش مريضين. يعني أنا كم واحد حكيت عنه مريض وطلع فعليا مريض؟ 4. 1 2 مش مريض عفوا، 1 2 3 4. كم واحد مريض اللي مريض بس مش مريض بس حكيت عنه انه مريض؟ 1. يعني التوتال كلياته 4 على 5، فبيعطينا ايش؟ 80%. بس تقريبا هاي هيك الكوهرت، مش مطلوب مش بهاي المحاضرة. لو ناخذ مثال نيجي هون على اول اشي، يعطانا الجدول هذا راح تتعامل معه كثير، لازم تكونوا تعرفوا تتعاملوا معه مظبوط. لو طلب منك sensitivity لهذا الجدول ايش بتعمل؟ tuberculosis هاي yes no، يعني gold standard هاي أكيد تمام. هاي الإكس راي اللي هي الأشعة إنه اللي هي screening test هاي، فأنت شو بتعمل؟ بحكي لك إنه بدي sensitivity، تيجي على البني أدمين اللي هو فعليا مريض وأنا حكيت عنه مريض تمام، اللي هو بحالتنا هاي 22، تقسمهم على مين؟ على كل الناس المريضين اللي هم 30. فالنسبة بدها تكون عندي إيش؟ 22 على 30 اللي هي 73%. أما specificity نفس الشيء، من المقام من الجدول هذا كم بني آدم هو مش مريض أنا حكيت عنه مش مريض اللي هم هذول 1739. specificity حكينا إنه من كل الناس الفعليين مش مريضين اللي هم كم؟ 1790. فبتطلع النسبة 97%. البوزيتيف بريدكتيف فاليو حكينا إيش؟ دائما نفس البسط اللي هم الناس المريضين أنا حكيت عنهم مريضين، بس على ايش؟ مش على كل المريضين، على كل الناس اللي انا حكيت عنهم مريضين اللي هم كل البوزيتيف للسكرينينج تاعي، اللي هم بهاي الحاله 22 على 73. والنيجاتيف حكينا عكسه تماما، اللي هو البسط تاعي، البسط دائما اللي هم مريض مش مريضين حكيت عنهم مش مريضين، على كل الناس حكيت عنهم مش مريضين. فبتطلع كم النسبه؟ اللي هي 1739 على 1747. بس هاي هيك الدكتور ما ركز على النيجاتيف والبوزيتيف بريدكتيف فاليو، بس ركز على السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. بس حكي شرحت لكم اياها اساس لو اجت بالامتحان، خاصه انها مذكوره بالمحاضره، يعني مذكوره كذكر. هيك بتكون اتوقع وصلت الصوره. هسه بنرجع بنقرا قراءه سريعه اساس لو في اشي سهينا عنه او في اشي بده توضيح زياده نكون وضحنا تمام. فبحكي لك عن السنسيتيفيتي اللي حكينا ترو بوزيتيف ريت، انه قديش من الكيسز قبل بني ادم معرفته من كل الكيسات، اللي الاسم ثاني او شو السؤال اللي بيجاوبه. هاو جود از ذا تيست ات بيكينج اب بيبل هو هاف ذا كونديشن، حكينا الناس قديش بقدر القط من الناس اللي هم فعليا مريضين. العلاقه تاعيتها حكيناها قبل شوي، الاي على اي زائد سي اللي هي هاي الاي، الاي اللي حكينا عنها true positive الرمز تاعها ايه، على كل الناس اللي فعليا مريضين. specificity نفسها بس العكس اللي هي ايش؟ دي على بي زائد دي اللي هم كل الناس اللي حكيت عنهم اللي هم مريضين فعلا. positive predictive value نفس الاشي، انه بس ايش؟ اي على اي زائد بي، هيها اي true positive على اي زائد بي اللي هي tested positive اللي انا حكيت عنه انه مريض، والفولز نيجاتيف والنيجاتيف بروتكتيف فاليو اللي هي ترو نيجاتيف دي على سي زائد دي،
هاي هيك باختصار. الاكيوريسي واللايكلهود ابدا ما جاب سيرتهم دكتور. الاكيوريسي اللي هي بس انه بشغله بتعرفوها، الاكيوريسي انه الدقه تاعيتي قديش دقيق، ايش يعني قديش دقيق؟ يعني قديش لقطت بني ادمين صح، سواء انه هو مريض حكيت عنه مريض او انه مش مريض حكيت عنه مش مريض. فمين البوزيتيف عندي؟ اللي هو عندنا A و D، بجمعهم بقسمهم على مجموع كل الناس بيطلع لي الاكيوريسي واللايكلهود ريشيو في بوزيتيف تيست، انه بس بتجيب معادله سنسيتيفيتي على واحد ناقص سبيسيفيسيتي. وحكيت لكم الدكتور ما ركز عليهم بالمره، بس مش غلط تكون فكره عندكم فكره عنها. طيب هسه بشرح لنا اللي حكيناها قبل شوي، ميجرز اوف اكيوريسي سنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. سنسيتيفيتي اللي هي probability that a disease individual will be identified as such by the test، وحكينا عنها الترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد فولز نيجاتيف، اللي هاي على هاي زائد هاي، وباستخدام الجدول هاي. برضو هاي الصورة بتوضح لك مثلا انه الشق هذا كلياته اللي هم بوزيتيف، وهذا الشق اللي هو كلياته نيجاتيف. فنسبة السنسيتيفيتي اللي هم البني ادمين اللي فعليا مريضين على كل الناس اللي حكيت عنهم مريضين على كل الناس المريضين، والسبيسيفيسيتي اللي هي العكس. برجع بحكي لك number of positive على number of true positive حكيناها، فهي نفس الاشي. specificity اللي هي العكس، حكينا the probability that an individual without the disease will be identified as such by the test، وانه بني ادم شو نسبة انه البني ادم انا حكيت عنه مش مريض انه فعليا ما يكون مريض. بس هون الدكتور أعطيكو مثال اللي هو السكري. تمام، هسه السكري احنا في عندنا الدياجنوستيك تيست او الجولد ستاندرد، اللي هو عن طريق انه عينة الدم بالنسبة معينة قديش السكر بالدم بعتبره معاه سكري. اما في عندي سكرينينج تيست اللي هو اليورين جلوكوز تيست اللي عن طريق البول. تمام، انت بتجيب بيكون في عندك زي عصاية صغيرة بتحطها بالبول، واذا انه صارت جرين هي بحكي لك ذا ستيك ستايد جرين which mean apparently that there was no sugar in the in his urine. يعني اذا انه ظلت خضراء بيكون معناها انه ايش، انه ما في عنده سكر بالبول، فما في عنده سكري. حلو، بس بحكي لك هذا الاشي سكرينينج. ليش انا بستخدمه؟ لانه اسرع، لانه مباشره بيعطيني، اسهل ممكن البني ادم يعمله ببيته وهيك وهيك وهيك، فعشان هيك هذا اسرع بستخدمه. وبناء على النتيجه تاعيته بروح على الديفينيتيف دايجنوستس او الجولد ستاندرد اللي هو ايش، تاع الدم. تاع الدم بحكي لك مش مهم الارقام يعني، بس انه اساس تفهم الفكره. اذا انه كان اكثر من 7 ملي مول اذا كان صايم، او 11.11 اذا انه ما كان ماكل 100 جرام جلوكوز. طيب these values must be achieved on two separate occasions. بحكي لك انه كيف بدي اعتبره انه خلص 100% معاه سكري؟ اذا انه طلع معاي هاي الارقام بفحصين مختلفين بدون ما يكون عنده اعراض السكري، اللي هي زي thirst والpassing large amounts of urine انه بتبول كثير وهيك. فاما اذا انه كان عنده هاي الاعراض واستخدمت الفحص هذا مره واحده، فخلص انا بعتبره 100% عنده سكري. فهون بحكي لك انه جبت 1000 مشارك وعملت لهم الثنتين، السكرينينج والجولد ستاندرد. جولد ستاندرد عن طريق الدم، والسكرينينج عن طريق البول. فطلع عندي 27 بني ادم عن جد مع سكري، و973 ما عندهم. البني ادمين حكيت انا انه عندهم فقط 13، مع انه العدد كبير اللي هي اكبر من هيك. و987 حكيت انه الفحص اليورين حكى انهم نيجاتيف. تمام، we can calculate the important features of the urine test for diabetes as follow. حكينا sensitivity بنيجي على هاي نقسمها على المجموع كلياته 6/27، والspecificity اللي هي 966/973 تعطينا النسبة. لو طلب مني البوزيتيف والنيجاتيف بتكون 6/13، وبتكون الهاي 966/987. فبس بحكي لك هون مثلا لاحظ انه a positive urine glucose test is only 22 sensitive which means that the test misses nearly 78% of true diabetes. هذا السنسيتيفيتي تاع الفحص هذا جدا سيئه، يعني 22%. يعني انتوا فاهمين انه انت قاعد 78% من الناس عن جد معهم سكري، مش عم تحكي انه عندهم سكري. فلا يعتبر انه تشخيص منيح. تمام، لانك تحكي لانه هذا البني ادم عنده سكري، لكن العكس ايش؟ اذا انه اعطاك نيجاتيف يعني انه حكاك انه ما معك سكري، هاي بيكون كثير منيح. ليش؟ لانه 99.3% انه انت عن جد ما تكونش معك سكري. فهذا الفحص ما بنستفيد منه كسنسيتيف، لا بستفيد منه كحتى استقصي عفوا
يعني انه اقصي انه الناس اللي مش مريضين، طالما طلع له انه مش مريض فهو 99.3 انه عن جد مش مريض، اما اذا انه طلع له انه معاه سكري مش بالضرورة انه يكون معاه. فبحكي لك if for example the patient test had been negative and had he had a presence of classical symptoms of family history, the patient has baseline odds of having the condition are pretty high and there are only reduced about to about 78% of this. فبحكي لك انه لو بني ادم عنده اعراض وطلع نيجاتيف لا وطلع بوزيتيف لا، المفروض انك تزيد اللي حكينا انك تتاكد مره ثانيه تستخدم الدياجنوستيك تيست. اما اذا انه ما الفحص اعطاني انه نيجاتيف هو فغالبا ما معاه، فما في داعي انك هاي اذا انه ما كان عنده اعراض واعطاني نيجاتيف فغالبا معهوش، فما في داعي انك تروح لقدام. نفس الشيء بحكي لك انه exam the validating diagnostic test for screening mammogram اللي هو صورة الاكس راي للصدر for breast cancer against gold standard. بحكي لك البريست اكس راي احسن بكثير من عينة البول. بحكي لك ايش a screening mammogram breast اكس راي might have 80% sensitivity و 90% specificity، فهاي كلياتها يعتبر ارقام احسن. فايش يعني 80% حكينا والبيك اب يعني هو حيعرف 80% من الناس عن جد مصابين وحيعرف 90% من الناس اللي عن جد مش مصابين. شو معنى هالإشي؟ معناه انه اذا انه يعني لو if the question she will want answered is if the test has become back positive، يعني اذا انه اجا بوزيتيف تمام، شو احتماليه انه اكون انا عن جد مريضه؟ فبتكون 80%. اما اذا انه كانت سلبيه فشو احتماليه انه ما اكون مريضه اكون سليمه؟ فاذا انها اجت سلبيه فحتكون احتماليه انك تكون سليمه 90%. وهاي هيك تقريبا يعني خلصنا الاشي المهم بالمحاضره، مش هالاشي العظيم انا فاهم ممكن تنعجقوا بس ركزوا فيها شوي وعيدوها راح تشوفوا انها جدا جدا بسيطه والارقام سهله ما فيها اي تعقيد. تمام نكمل. عرفنا بالصفحات اللي فوق اللي هي السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي واخذنا كيف نحسبهم وكل هاي الشغلات. هسه بدنا ناخذ شويه حكي نظري. بحكي لك critical appraisal for a paper that claims to validate a diagnostic or screening test. يعني انا في عندي اجى علي واحد حكى لي انا عندي هاي الاداء او هاي البروسيجر المعين لحتى انه اعمل diagnosis. شو الشغلات الاسئله المهمه اللي لازم انا اسالها لحتى اتاكد انه بني ادم انه عن جد الاشي مفيد وعلمي وكل هاي الشغلات. فبحكي لك عندي 10 اسئله لازم اسالها، واذا وحسب بناء على طريقه الاجابه بكون انه هل راح اعتمد هذا التست لإلي ولا ما راح اعتمده. فبحكي لك السؤال الاول has the test been compared with a true gold standard. هسه دائما انت لما تيجي بدك تقارن بين اي شغلتين لازم يكون في عندك مرجعيه معينه تمام، فلازم حتى انه تكون حتى يكون الاشي تاعك صحيح لازم هو عن جد عم بقارن بالاشي اللي جولد ستاندرد، لانه بناء عليه راح تعرف النسب. يعني لو ما عندك يعني اوكي حتعرف كم هو كم بني ادم حكى عنه انه مصاب، بس فعليا لو انت مش عارف مين عن جد مصاب الارقام هاي ما لهاش اي معنى. بحكي لك you need to ask first whether the test has been compared with anything at all، هل تم مقارنته مع شيء اصلا. next you should verify that the gold standard test used in the survey met the term. بعدين بتتاكد انه برضه انه الجولد ستاندرد اللي استخدموه جوا الهاي انه مش اي كلام، لا جولد ستاندرد معمول صح. A good way for assessing a gold standard is to use the so what question list in the next page. هسا بنحكيهم. One specific point to check is that the test being validated here is not being used to contribute to the definition of the gold standard. يعني مش منطقي انه انت تكون عم تعمل تيست تمام ويكون الجولد ستاندرد تاعه إله علاقة بالتست تاعك. يعني أنت فهمتوا عليك، يعني أنت حاط الإشي المرجعي تاعك والإشي الجديد الاثنين نفس الإشي، لا ما بصير، لازم يكونوا مختلفين تماما على أساس إذا واحد فيهم على أساس إذا الجديد خطأ المرجعي صح. هي هيك الفكرة. حكي لك السؤال الثاني is this test potentially relevant to my practice. طب افرض أنه التست صحيح 100% ما فيه أي مشكلة بس أنا مديش ما بفيدني بدراستي، شو استفدت؟ اكيد ما بستفيد اشي وعشان هيك ما راح اكمل فيه. فكيف راح اعرف هاي الشغلات؟ بحكي لك this is the so what question which call the utility of the test، انه هل حستخدمه ولا لا. even if this test were 100% valid accurate and reliable would it help me would it identify a treatable disorder. حكينا
هل راح ينفعني بعدين؟ طيب راح ينفعني شو بعد هيك؟ شو الأسئلة اللي لازم أسألها كمان؟ Would I use it in preference to the test I use now؟ هل راح أفضله على الـ على الـ على الـ على الفحص اللي أنا عم بستخدمه هسه ولا ما راح أفضله؟ Could I or my patients or the taxpayer afford it؟ يعني هل قيمته تكلفته غالية ولا رخيصة؟ Would my patients consent to it؟ المرضى تعوني هل راح يوافقوا عليه؟ ممكن يكون الإشي محرج، يكون الإشي مؤلم، يكون هاي مش بالضرورة برضه يكونوا يتقبلوه. Would it change the probabilities for competing diagnosis sufficiently for me to alter my treatment plan؟ تمام، افرض انه كل هاي الشغلات موجودة، منيح وبعني لك ورخيص وكل هاي الشغلات، هل مستاهل اني اغير عشانه ولا الفرق اللي راح اللي يعمل لي اياه بشكل كثير كبير فما في داعي انه اخذه؟ فبحكي لك if the answer to these questions are all no, you may be able to reject the paper without reading further than the abstract or the introduction. يعني اذا انه كل اجوبتك على هاي الاسئله لا، فما في داعي انك تكمل لانه خلاص انت قرات المقدمه وعرفت ايش البحث حيحكي، وزي ما بيحكوا المكتوب مبين من عنوانه. بعدين بحكي لك السؤال بعدي، did this validation study include an appropriate spectrum of participants؟ الناس اللي عملت عليهم الدراسة هل هم أشخاص مناسبين تمام وهل عددهم كافي؟ بحكي لك defining both the range of participants and the spectrum of disease to be included is essential for the values if the values for the different features of the test are to be worth quoting, that is if they are to be transferable to other settings. يعني بهمني انه اعرف الناس اللي عملنا عليهم الدراسة وهل هل الامراض بالضبط اللي الموجودة عندهم كل هاي الشغلات، لانه بدي اعتبرها انا مرجع لإيدي، فهل كل هاي الشغلات منيحة وموجودة بحيث انه اقدر انه انقلها للناس اللي حوالي اعممها للناس اللي حوالي ولا لا؟ has work up bias been avoided؟ في نوعين من البايس، work up والexpectation. الورك اب انه سهل انك كيف تتجنبه، بحكي لك this is easy to check, it simply means did everyone who got the new diagnostic test also get the gold standard and vice versa. يعني كل حدا عملت له جربت عليه الفحص الجديد انا من اصل عارف هل هو مريض ولا لا، والعكس سما والعكس صحيح برضه. والبايس الثاني اللي بدنا نتجنبه has expectation bias been avoided، يعني اللي هو حكينا عنه من قبل اللي هو انه يكون في عندنا عمليه blinding، يعني انه ما يكون المراقبين نفسهم والمرضى نفسهم بيعرفوا شو اللي عم بيصير بالضبط لحتى ما يصير أي تغيرات مثلا نفسية أو غيرها. ف all assessment should be blind, that is the person interpreting the test should not be given any inkling or doubt شك يعني of what the result is expected to be in any particular case. يعني أنت ما لازم البني آدم اللي عندك يكون عنده أي شك أو توقع على شو راح يكون النتيجة تاعيته. السؤال السادس، was the test shown to be reproducible both within and between observers؟ يعني هل هذا التست تاعي بقدر انه اعيده واكرره يعني بين الناس كلياتهم، سواء الناس نفسهم، الناس اللي بعمل عليهم دراسه، او الناس اللي هم الناس اللي عم بيعملوا للدراسة. فإذا the same observer performs the same test on two occasions on a participant whose characteristics have not changed, they will get different result in a proportion of cases. حكينا مرات دائما ممكن يختلف إنه اختلاف بسيط بين أي دكتور والثاني لأنه مش الكل بيتبع نفس الطريقة بالضبط. يعني a number of factors which may contribute to the poor reproducibility of a diagnostic test. إنه عدة عوامل بتساهم بإنه هذا يصير poor، إنه يصعب علي انه ايش اني يكون الدراسه تاعيتي قابله للاعاده والازاده اكثر من مره. بحكي لك observer variability انه تقلب المزاج تاع البني ادم اللي عم بيعمل البحث، او arithmetical errors and so on، او الاخطاء الحسابيه وغيرها. السؤال السابع، what are the features of the test as derived from this validation study؟ طيب خلاص كل شيء تمام وهاي، طب شو الشغلات يعني المعمول صح وبهتم فيه انا والبايس استثنينا وكل هاي الشغلات، طيب النتائج تاعيته هل هي اشي مستاهل ولا لا؟ if a test has a false negative rate of nearly 80% it is more likely to be mislead the clinician than assist the diagnosis if the target disorder is actually present. يعني اذا انه انا في عندي فحص تمام 80% من الحالات بحكي لي انه المريض انه مش مصاب لكن هو فعليا بيكون مصاب،
هل هذا إشي منيح؟ لا بالعكس، هذا عمل لي مسليدنج، إنه توهني بزيادة بدل ما إنه يسهل علي. فبهاي الحالات إنه لا، ما بحتاجه. There are no absolutes for the validity of screening tests since what counts as exhibitable depends on the condition being screened for. طب هل في رقم معين بقدر إنه بحكي مثلا والله لأنه 50% أو أكثر بزبط، وأقل أقل لا ما بزبط؟ لا، ما في رقم معين، لأنه كل فحص وكل حالة إلها رقمها الخاص فيها. طيب، has a sensible normal range been derived from this result؟ هل في طلعنا رقم منطقي، رقم طبيعي منطقي من النتائج هاي؟ If the test gives non-dichotomous continuous result، يعني إذا إنه ما كان الجواب يا نعم يا لا، إنه خيارين، لا كان في أرقام أو شيء زي هيك. In other words if it gives a numerical value، حكينا أرقام، rather than a yes no result، someone will have to say at what value the test result will count as abnormal. يعني إذا إنه مش عم بيعطيني yes no question، لازم يكون محدد لي إيش النورمال وإيش الأبنورمال. مثلا يعطيني رينج إنه بين 60 والمية، خلاص هذا الإشي طبيعي. السؤال التاسع، where confidence intervals given for sensitivity, specificity and other features of the test. ايش يعني confidence interval؟ يعني اللي هي زي قيمة متوقعة انه كل زي range متوقع انه كل القيم تيجي فيه. which can be calculated for virtually every numerical aspect of a set of results expresses the possible، حكينا the possible range of results within which the true value will lie. طيب remember، مش عارف اخذتوها قبل او لا، بس بحكي لك انه the larger the sample size the narrower the confidence interval. يعني ال confidence interval كل ما قل بيكون احسن، وعشان هيك اصلا بنحاول نزيد، وبرضو عشان هيك بنحاول نزيد على حجم العينة. ليش؟ لانه كل ما زاد حجم العينة بيقل ال confidence interval، لانه انا حددت الشغلات الصح بمدى اقل، ما في داعي اتوه اكثر. So it is particularly important to look for confidence intervals of the paper you are reading and reports a study on relatively small sample. فبحكي لك إذا إنه أخذنا عينة صغيرة تمام واستعملناها، بدك تدقق على confidence interval. ليش؟ لأنه رح يكون عندك كبير بزيادة. طيب السؤال الأخير، has this test been placed in the context of other potential tests in the diagnostic sequence for the condition. طيب آخر إشي، انه بحكي انا كل شيء تمام، بس بالاخير انه في شيء موجود عندي تمام وانا قابله وبيعطيني نتائج منيحه وكل شيء، هل في داعي اغيره ولا لا؟ This means that the various aspects of validity of the coronary angiogram as a diagnostic test are virtually meaningless unless these figures are expressed in terms of what they contribute to the overall diagnostic workup. يعني انت يا اما بتثبت لي انه الفحص تاعك مثلا احسن من الكوروني انجيوغرام على سبيل المثال، او انه خلص شو استفدت يعني اذا انه مش احسن منها. انا عندي اشي عم بستخدمه هو اوريدي منيح ونافع. يعني هيك بنكون خلصنا الاسئله 10. بحكي لك شويه قواعد للبريدكشن رولز، للتنبؤات يعني. فبحكي لك there is no single clear cut value that reliably distinguishes normal from abnormal. يعني ما في انت عندك رقم معين مثلا دائما بيميز بين الهاي. مثلا ضغط الدم، في ناس ضغط الدم عندهم عادي، الاشي الطبيعي انه يكون منخفض عندهم، في ناس لا الاشي الطبيعي يكون مرتفع شوي. فانت بتحط رينج معين، مش رقم واحد محدد بالضبط اللي فوقيه وتحتيه يعتبر مريض او مش مريض. Clinicians tend to use a combination of several different diagnostic tests including their clinical examination, blood test, x-ray. فبما انه ما في رقم محدد، انا بعمل combination، بختار اكثر من طريقة على اساس انه ايش اطلع بمحصلة منيحة. يعني لما تروح الدكتور باخذ منك تاريخ مرضي، بعمل لك فحص بايده، بطلب منك مثلا تعمل عينة دم او اشي زي هيك، وبناء على كل هاي المعطيات هو بعمل combination بيناتها بحيث انه يطلع باحسن نتيجة. To build up a picture of what is wrong with the patient. Interest in clinical prediction rules has been growing rapidly. بحكي لك انه الاهتمام بالتنبؤات وهي الشغلات انه عم بتزيد بشكل سريع. ليش؟ لانه هسه وصلنا لعصر المعلومات، فيه موجودة بكل مكان بتقدر توصلها بسهولة. فبما انه عندي معلومات كبيرة بقدر احللها بسرعة، فبقدر انه اطلع بنتائج بشكل سهل. فبحكي لك partially يعني
أحد الأسباب because of the growth of information technology means that very large numbers of patients can be entered into online databases by clinicians in different centers وبرضو بأماكن مختلفة زي ما عرفنا زي ما حكينا قبل إنه دائما كل ما كان العينة مأخوذة من أماكن مختلفة أكثر بيكون الإشي أحسن وأحسن. الشغلة قبل الأخيرة بحكي لك stages in the development of a clinical prediction rule يعني إنه أنا بدي أعمل طريقة تنبؤية معينة شو الخطوات تاعيتها فبحكي لك the rule must be developed by establishing the independent and combined effect of explanatory variables such as symptoms, signs, diagnostic test on the diagnosis يعني هاي الشغلات كلياتها هي عبارة عن شغلات إلها دخل بالمرض تمام بس كل واحدة بحالها يعني مش كلياتهم ما في إشي منهم بيأثر على الثاني إنما كلياتهم بيأثروا على المرض بطريقة أو معينة فبحكي لك these explanatory variables should be assessed in different population لازم هاي كلها نراعيهم بالبيئات المختلفة المجتمعات المختلفة وبعد هيك there should be an impact analysis ideally a randomized trial which measure the impact of applying the rule in a clinical setting in terms of patient outcome, clinician behavior, resource use and so on بعد ما أعمل كل هاي الشغلات لازم أعمل إنه تجربة عشوائية بحيث تتأكد إنه كل هاي الشغلات قاعدة بتفيد المريض تاعي وبتفيد وبتأكد إنه الدكتور تاعي عم بتصرف بطريقة منيحة الريسورسز الموجودة وكل هاي الشغلات آخر إشي بالمحاضرة هاي بحكي لك benefits of the clinical prediction rules طيب شو بستفيد أتوقع إنه إشي واضح هي بشكل طبيعي أنت راح تستفيد إنك لما تصير تتوقع نسب الحوادث نسب الشغلات نسب الأمراض حتى يعرف إنه هل هاي الشغل مثلا احتمالية إنه بنادم هذا يكون عنده سرطان 1% هل مستاهل إني مثلا أفوت عمل له خزعة ولا لا أكيد لا مثلا أما إذا إني شكيت أكثر فممكن تكون مستاهل وهيك فبحكي لك for examples of how clinical prediction rule can help us work through some of the complex diagnostic challenges in healthcare زي ما حكينا إنه أي إشي معقد بتساعدني فيه لأنها بتعطيني احتماليات للإشي وقديش ممكن يكون صح أو غلط اللي أنا عم بفكر فيه see these papers on how to predict whether a head injured child should be sent for a CT scan مثلا لو إجاك طفل مصاب برأسه هل الاحتمالية هل في احتمال لما أعمله CT scan هل حتعطيني احتمالية منيحة عن شو صار بالبرين ولا لا whether someone with early arthritis is developing rheumatoid arthritis تطور مرض معين شو احتمالية تطور هذا المرض لمرض ثاني إشي أدفانس أكثر يعني أو مثلا whether someone taking anticoagulants is of sufficiently low risk of stroke to be able to discontinue them مثلا بني آدم صابته جلطة زمان بعدين مشي على اللي هي مميعات الدم بعدين خلص مشي لفترة معينة مثلا خلص سنة بعد هاي السنة بدي أعرف إنه بعد هاي السنة لو أنا قطعت المميعات هل رح يصيبني إشي معين هل ترجع تصيبني جلطة ولا لا بيكون بحكيك مثلا نسبة انه تصيبك جلطة بعد ما توقف المميعات 10% او لو وقفتها بعد 5 سنين حتصير 1% وهيك فانت كل ما اخذت احتمالية معينة بتكون استفدت لحتى تعرف انه هل اقوم بالاشي ولا ما اقوم فيه هيك بتكون خلصت المحاضرة يعطيكم الف عافية يا رب